السلام عليكم ورحمة الله. أزف لون، مرحبا بكم. الجزائر ما زالت تحترق، الجزائر ما زالت تحسن، تعد في ضحايا النيران التي اشتعلت عبر كام تراب وطني، وخاصة في الشرق الجزائري، في شرق البلاد. وإذا بأبواق العصابة، صحف بودورو بدون حشمة بدون حياة يجي يعمل لك هذا العنوان، أسخن نار 19 شهور، الحماية المدنية، إخماد جميع حرائق حرائق عبر التراب الوطني. شكون اللي كتب هذا؟ جريمة ولد الحرام، ولد القومي اللي راهو قاضي في الحبس 10 سنين ومازال يزيد إن شاء الله. قول لك مجاميع حرائق الغابات عبر تراب الوطن، يعني والناس اللي ماتت ولا تحرق ولا راهي قدانا كاش ما جات الفواكه، ما قلت فواكه كلات كلش، واللي راه محبست ولا ما خلاص بقى شي ميت، كلات كل شيء من عباد من حيوانات من نبات. واش اخمدوا؟ باش اخمدوا؟ حنا شفنا تصاور اللي جابوه من المواطنين كاملو تاع لي بومبي عشان هرب من النار راح تصدم عليه، كاملو تاع لي بحال شهرب الناس مساكن تاع الحماية المدنية بيديهم باش كتبنا بتويو تاع الماء مسخر مسخر. ويلا عادي تجيب تلفزيون تاع العراية يرد لك الزرنا تيفي، الجيش الوطني يساهم في إخماد النيران، الجيش الوطني يقدرش، شكون الجيش الوطني هذايا اللي ساهم؟ مساكن جنود ولاد الشعب خرجوهم بيديهم كما العام اللي فات، مجموعة تقريب فصيلة كاملة تحرقت في الغابة في بلاد قبايل، لأنهم كان حاطينهم في الغابة زعما باش يحسوا بالإرهابيين. يعني كاكيستا مزال إرهاب موجود، القيادات الجنرالات كل يوم يطلعوا كل عام يطلعوا في الجراد الجنود الجيش الوطني، لا الجيش تاع الشعب واللي خرجوا ولاد الشعب ياك ولد شنقريحة ما خرج شنقريحة دا وليدو دا اون بورس غير ما بات عشان الطماجور كان عسكري اون بورس في فرنسا في اليوم ما نجحش داوه لباريس وين خلصوا الدراهم عطالو شهاده باش يرجع لبقى في كونسولا. بنت شنقريحه وين في سويسرا؟ راجلها وين في سويسرا؟ ودهم اللي تخلص فيهم، ابعث ولادكم يروحوا يقابلوا النار، ابعث ولادكم يقابلوا النار ذاك الوقت كلمه. ما هذو المساكنات باتوا فيهم هذو الجنود وصف ضباط وضباط الزماوله هذو ولاد الشعب، ليش ما عندهم حتى على بالقيادة العسكرية؟ هادو ما القيادة العسكرية تخاف منهم، تخاف منهم لأنها تعرفهم، هادو هما الحيران داخل الجيش، الحيران داخل الجيش هذا. يعني كما قلت سواء في الأجهزة الأمنية سواء في البحرية سواء في الجوية سواء في البرية في كل شيء، في كل الأسلحة تاع الجيش الوطني الشعبي هناك ضباط، ضباط صف وجنود ناقمين عن عصابة، ناقمين عليها، وبالتالي العصابة تخاف منهم كما تخاف من الشعب، كما تخاف من الشعب تخاف منهم، سي نورمال. هذا هو بس تجي تدورها للحرائق الناس تدورها لعرس تاع العسكر، عرس تاع القيادة العسكرية، لا لا ناسي هذا مش عارف باش نين تقول لي وساهم الجيش الوطني الشعبي وساهم هذا كل الشعب العسكر هذوك الجنود والضباط والضباط كل الشعب. أما قلنا القيادات اسكو واحد فيهم خرج راح للميدان، كش قائد قطاع عسكري خرج مشى قائد قطاع عسكري تاع خشنا وين كان، قائد قطاع عسكري تاع سكاراس وين كان، كان يضربوا في المشفي، كان يضربوا في المشفي. نعم
للناحية العسكرية الخمسة وين كان، خرج يشوفنا، خرج يواجه النار والحرام، خرج كان يضرب في المشوي. نعم كان يضرب في المشوي. هذا هو اللي دار. ما تجيش تقول لي الكازماتي اللي راهو من جهة أخمد النيران، تم إخماد النيران، فين إخماد النيران؟ النيران كلات كلش، النيران أخمدتكم، وبقات ما أخمدتش عصابة العراية. من المفروض هذا النار تاكل عصابة العراية، ولكن بربي إن شاء الله، بربي إن شاء الله نار من نوع آخر، إذا ماشي في الدنيا في الآخرة، إما بالحرام وبلاصتهم في جهنم وبئس المصير. هادو راح طالعين في الجنة ولا فوالا. دونك راك تشوفوا جريدة تاع ولد القومي، هي تاع مرتو تاع سعاد عزوز، اللي راهي خايفة يلحقوا علينا، يلزمها تلحق سعاد عزوز، يلزمها تلحق هي وخوها محمد ونساوين تاع ولد القومي الاخر اللي عنده 40 سنة ولد الحرام. إيه سمرت سمرت